كنسوق ولات. شوف كيف ما كتشوفوا معنا من زباله. السؤال وهو هل المواطن المكناسي هادشي اللي كيستاهل؟ السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعين صوت العدالة. نحن اليوم من مدينة مكناس، جينا لمنطقة سيدي بوزكري. هاد المنطقة ولا هاد المكان بالضبط كان سوق أسبوعي ديال سيدي بوزكري، وأكيد راه الكل اللي كيعرفوه في مدينة مكناس. للأسف غادي نعاود نقولها، أمر مؤسف أنه من اللي كيولي الماضي أفضل من الحاضر. كان سوق ولات، شوف كيف ما كتشوفوا معنا، مزبالة وإهمال، وما عرفناش الأوضاع إلى أين غادي تبقى لهاد الإهمال وهاد العشوائية في التسيير، ما عرفناش إلى متى. السؤال وهو هل المواطن المكناسي هادشي اللي كيستاهل؟ واش كنستاهلوا في هذه المدينه الا الازبال والاهمال؟ هذا سؤال كيبقى مطروح للمسؤولين ديال المدينه اللي على عاتقهم خدمه الوطن والمواطن، لكن هادشي كيبقى حبر على ورق، والواقع ها هو ماثل امامكم كما كتشوفوا. ازبال، سوق ولا شنقولوا تما، ولا كله وسخ، وكيدخلوا تما من هب ودب. سوق اسبوعي ولا منطقه للمتسكعين، غنقولوها بهذا الصالح العباره. فكان ممكن انهم حولوا سوق، ولكن هذه المنطقه يشوفوا كيفاش يحولوا المنطقه تكون افضل، ماشي كانت سوق ردوها من زباله. لا، ما خصوش يكون هكا الامور. اذا هالرساله وصلكم، هذه رساله للمسؤولين على مدينه مكناس انهم يربطوا الحزام شويه وينوضوا يخدموا على راسهم. وكان معكم ربيع الدحاني.